خلينا نشوف شو في بمشكل ملون. اكتشف فريق دولي من العلماء أن الأرانب البيضاء وغيرها من الحيوانات التي تغير لونها إلى الأبيض مع قدوم موسم الشتاء بدأت تفقد هذا اللون بسبب الاحتباس الحراري. العلماء قالوا أيضاً أن 21 نوع من الحيوانات التي تعيش في مناطق المناخ القطبي والمعتدل تستخدم اللون الأبيض كوسيلة للتمويه والأخفاء، لكن تلك الوسيلة تصبح أقل فعالية مع تطور الاحتباس الحراري، ما يدفع الحيوانات إلى تغيير لونها سعياً للحفاظ على وجودها في ظل التغيرات المناخية. الكائنات كلها ما عم تسلم من الاحتباس والتغيرات المناخيه. تخيل انه هذول اللون الابيض ممكن يكون تمويه مثلا، هو اساسا يعني اساسا تطوريا ايه بيكون هيك لحتى يعني ما يقدروا الفريسه يكونوا فريسه مثلا لغيرهم او شيء نوع من الحمايه، فللاسف هلا عم يتغير هذا الموضوع. بحيره نمرود ثاني اكبر بحيره بركانيه في العالم بعد التوبة الاندونيسيه، نالت جائزه المثاليه ضمن مشروع الوجهات الاوروبيه المتميزه ايضا، حيث تتميز بإطلالتها التي تجذب عشاق السفر. البحيرة تقع وسط مناطق طبيعية وتحتوي أحواض ذات مياه ساخنة وأخرى باردة، فضلا عن مغارة جليدية ومدخنة بخارية. خبر كتير لطيف، بطولة العالم بالسرعة للحلزونات، رغم أنه هاي الكائنات معروفة ببطئها الشديد إلا أن هناك سباقا سنويا يقام لها في بريطانيا، حيث تنافس أمس السبت عدد من الحلزونات في هذه البطولة وحصل الفائز على كأس مملوء بالخس كمكافأة له. جائزة مهمة، لكن الحلزون الفائز لم يستطع تحطيم الرقم القياسي المسجل سنة 1995 باسم الحلزون آرشي، حيث استطاع حينها قطع مسافة 33 سنتيمتر بزمن دقيقتين وعشرين ثانية. وقد بدأت هذه البطولة سنة 1960 وتقام سنويا في بريطانيا. Just be calm, concentrate on what you need to be. Don't worry about the other snails. Just hit the finish line and we go on from there. Yeah, you pick them and I'll pop the numbers off. Yeah. I think they're going to make it through. So you still got... I only know... بدنا نبارك للحلزون الفائز اول شيء، وبطولة عريقة واضح الخس ايه باين من عام 1960، بس انا عارفانين انه مسابقة بلكي اجى على باله ينام مثلا نص الحلزون، لا واضح انه في يعني مربى انه مدرب على هي القصة. خبر اخر، تخضع كرة القدم التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب لفحص أمني روتيني، وتقول السلطات الأمريكية ان مثل هذا الفحص يسري على جميع الهدايا المقدمة للرئيس. بوتين قدم كرة قدم لترامب خلال المؤتمر الصحفي المشترك بعد لقائهما هذا الأسبوع في فنلندا، وقال ترامب إنه سيعطي الكرة لابنه بارون البالغ من العمر 12 سنة وهو أحد مشجعي كرة القدم. لأنه هنا بيتعاملوا مع الدول مثل ما بيتعاملوا مع هاي الكرة باستخفاف. تقوم الطاهية اللبنانية الأمريكية بيفاني كعدي بالعمل على تغيير الطريقة التي يأكل بها اللبنانيون ويطهون طعامهم، وذلك في مطبخها الصغير في شقتها
ببيروت. وتستقبل وهي ملكة جمال لبنان سابقا بثني الضيوف في نادي للعشاء، تقول انه يقدم اطباقا محضرة من منتجات موسمية تجهز اعتمادا على وصفات تقليدية. لنتابع معا. خلص نحن كل شيء عنا اياه من قبل، الاكل العربي كوبي بيست كوبي بيست، كل العالم عنا يعني اللوبيا بنعملها يا باللحمه يا هيك. طيب ليه ما فينا نغير الشغله؟ ليه ما فينا نرجع نفكر؟ المتبل كله يعني يا عم نتبل الشمندر يا عم نتبل يعني كل الاشياء دائما عم نتبلها زيت الشيف. سو ليه ما فينا شوي نغير نعمل اذا بتطلع طيبه شو ما فيها غلط. المطبخ اللبناني معروف والمطبخ السوري بيشبهوا بعضه، فكيف عموما اذا كانت ملكه جمال اساسا؟ ايه بحبوا الذوق بالسفره اللي عم تقدمه. فاصل مشاهدينا وبنرجع للم الشغل.